بما ان احنا نتكلم عن الاغتيالات لازم نتكلم عن الحشاشين. امين مألوف اساسينيشن نعم طبعا صحيح. امين مألوف في روايته سمرقند ينفي انهم كانوا ياخذون العقاقير عجيب، وهكذا كان يشاع عنهم انهم ياخذون العقاقير لينفذوا مهماتهم. طبعا هالكلام كله على لسان غازي القصيبي. فما رايك في هذه المساله وحدثني ايضا عن الحشاشين؟ شوف الحشاشين ببساطه هم جماعه اسسهم حسن الصباح، صباح بشده. حسن الصباح كان موجود في مصر وكان احد النخب الثقافيه اللي ينتمي الى الطائفه النزاريه الاسماعيليه، كان رجل فاطمي اسماعيلي. اختلف مع السلطه الموجوده في مصر واعترض على مجموعه من السياسات اللي قام بها الخليفه الفاطمي، ثم قال مع السلامه انا مهاجر. هاجر لوين؟ ذهب الى قلعه الموت، في بعض الناس يسمونها الموت، لا هي الموت اللي هي عش النسر او عش الصقر، موجوده في ايران. هذه القلعه منيعه جدا، يعني عشان تدخل القلعه تحتاج الى تدخل ممر ضيق جدا، تدخل واحد 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 واحد. هذا خلى الجيوش الاسلاميه خاصه السلاجقه ومنهم حتى بعض المغول في البدايه ما كانوا يستطيعون اقتحام القلعه لان ممرها واحد واحد، وعندما يكون واحد واحد تستطيع ان تقتل واحد واحد. هذا الرجل في القرن تقريبا ممكن نقول في القرن الخامس الهجري 450 460 تقريبا كذي، يعني بالفتره هذه اسس جماعه سمى جماعة سمي لاحقا جماعة الحشاشين. هو جاب مجموعة فداوية، مجموعة تلاميذ، مجموعة طلبة، وقال حتى نستطيع أن ننشر الفكر السياسي والفكري على الأمة بأجمعها يجب أن لا نقوم إلا بعملية واحدة وهي عملية ناجحة، هي قضية اغتيال من يكون أمامنا. الاغتيالات ليست المواجهة المسلحة جيش مقابل جيش، لأن المفراد كانوا قليلين، إنما هي قضية الاغتيالات، يقتلون من كل من يتمثل أمامهم في طريقهم يقتل. هذا في الطور الأول من حشاشين. المشكلة في الطور الثاني، انقلب الحشاشين من أناس أصحاب فكر وأصحاب قضية أو أصحاب رسالة، خاصة أن الرسالة يعتقدونها يريدون نشرها بالقوة عن طريق الاغتيال، أصبحوا لاحقا مرتزقة تدفع نقتل. يعني افتحوا شركة اسم شركة الاغتيال الحشاشي، اي نعم، تدفع فلوس وتعطيهم مجموعة من الأموال اغتالوا كذا كذا. ولذلك ذهبوا اغتالوا مجموعة من القادة النصارى في بلاد الشام، واغتالوا بعد شو راح نتكلم عنهم، اغتالوا مجموعة من الخلفاء الفاطميين عن طريق بذل الأموال.